اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. التقرير اللي احنا تابعناه دلوقتي على الشاشه قال ارقام واحصاءات لها علاقه بظاهره بتحصل في المجتمع بقى لها فتره، والحقيقه رغم ما نعتقد ان هو مواجهه وما نعتقد ان هو محاوله مننا لمكافحه والحرب ضد الظاهره، لكن الحقيقه الواقع والنتيجه بيقولوا انه محاولاتنا دي كلها رايحه هباء والظاهره بتزيد. احنا هنا بنتكلم عن التحرش، والمشكله كمان مش بس ان نسب التحرش بتزيد وان الظاهره بتستفحل، رغم ان الدوله بين قوسين يعني كلها بتحاول تواجه، سواء الدوله كحكومه او احنا كاعلام او المنظمات والمجتمع المدني، لا ده المصيبه الاكبر كمان ان القصه بتزيد وبتنتشر من فكره مجرد التحرش الى زياده حالات الاغتصاب وبشكل كبير. وطبعا الحالات اللي احنا سمعنا عنها في الشهر الاخير منها حتى الاقصى والابشع والاكثر تطرفا اللي هي بتاعت اغتصاب وانتهاك عرض الطفلة الصغيرة اللي عندها 20 شهر أو الرضيعة اللي هي سموها فتاة البامبرز. فاحنا بنتكلم على كمان انحراف الظاهرة نحو الدائرة الأخطر وهي الاغتصاب، فمعناها ان احنا ماشيين غلط، ده معناها ان مواجهتنا غلط، فلازم نقف ونحط نقطة ومن أول السطر ونشوف ايه اللي بنعمله غلط، لأنه النتيجة مش هي المستهدفة اللي احنا بنحاول نوصل إليها. ضيوف اللي مشرفيني النهاردة سيدتان جميلتان، هنحاول نفكر مع بعض بصوت عالي ايه اللي احنا بنعمله غلط، ايه الافكار والحلول اللي اتبعناها واضح انها ما جابتش نتيجه، وايه الجديد اللي ممكن نستخدمه. واوعد حضراتكم ان احنا مش هنقول كلام نظري، هنحاول نقول كلام واقعي من اللي بيحصل كل يوم في الشارع المصري. ضيوف اللي مشرفيني الدكتوره رحاب العوضي، استاذ علم نفس سلوكي، اهلا وسهلا دكتور، ازي حضرتك؟ مشرفاني الاستاذه منال زاهر، مدربه حاجه هي هتقول لنا عليها ضد التحرش اسمها ويندو. ايوه ويندو. سهله، اهلا بحضرتك. طيب بسرعة دكتورة بس أسمع منها ويندو دي اللي هي إيه؟ ويندو نفسها معنى الكلمة الحرفي هي اختصار لكلمة يابانية، وين اختصار لكلمة ويمن اللي هي سيدات، ودو معناها طريق، الكلمة نفسها معناها طريق السيدات. أوكي. هو نوع من أنواع الدفاع عن النفس اتعمل مخصوص للبنات علشان يعلمها إزاي تقدر تتعامل مع المواقف الخطر اللي إحنا بنواجهها. في مصر يعني ثانية واحدة، يعني دي علم او طريقه او رياضه، دي رياضه ولا علم ولا ده هي مش رياضه قوي، ما اقدرش اقول عليها رياضه لان هو تدريب في حاجات مختلفه. تمام. فهو تدريب اخترعوه اليابانيين للمراه عشان تدافع بيه عن نفسها. ايوه بالظبط. اسمه ويندو في مصر. هو يعني مخصص اكتر لفكره التحرش لان ده اكتر موقف خطر البنات بتتعرض ليه بشكل يومي. مظبوط. فويندو في مصر سبيسيفيك. ويندو ده انتشر في مصر؟ موجود الى حد ما، يعني مش بنتشر. انا عرفته منين؟ انا كنت شغاله بقالي فتره في مجال التحرش، كنت شغاله في جمعيه في المنصوره اسمها الجمعيه العلميه لطلاب طب، كنا شغالين في مشروع ضد التحرش، وبندور على حاجه نعرف نديها للبنات عشان يقدروا يدافعوا عن نفسه. أوكي. مش بس حاجه فيزيكال، بس حاجه كمان يقولوا ايه، يبصوا ازاي، اللي هو التحرش مش التعامل معاه، مش على طول بقى اللي هو هدخل اضرب، في حاجات ثانيه. هدخل اضرب بسم الله. لا بقول مش هدخل اضرب. تمام. في حاجات ثانيه، فجيت ادور بقى على اشوف ده موجود ولا لا. فساعتها اكتشفت ان كان في مدربه واحده في مصر اسمها شيرين سالم، هي اخذت التدريب بتاعها في المانيا وهي كانت عايشه في مصر، فبدات تدرب البنات في مصر. اتكلمنا معاها وبدانا نعمل تدريب مدربات، اللي هو مجموعه من البنات المصريات اتعلموا دخلوا واخدوا معاها كورس تدريب ويندو، وبقينا احنا دلوقتي مدربات. هو حصل 2 تدريب مدربات من ده، وفي عدد دلوقتي من المدربات في مصر. ممتاز.